بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. في الحلقة الماضية وقفنا عند سؤال لأخينا عبد الله علي الذي كان يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. قال هنا قال للمؤمنين، وفي الآية التي بعدها قال لقوم يوقنون، وفي الآية التي تليها قال لقوم يعقلون. فما الفرق؟ وكنا بدأنا بالإجابة عن هذا السؤال، ولكن نعيده الآن، نعيد البداية ونتكلم فيها. لو تأملنا في هذه الآيات الكريمة سنجد أن الآية الأولى هي في بداية سورة الجاثية، في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. نجد أن الآية الأولى جاءت مؤكدة بإن، إن في السماوات والأرض مباشرة من غير فاصل، يعني في السماوات والأرض في هذين الموضعين لآيات، جاء بها منكرة لآيات للمؤمنين، وكلمة المؤمنين جاءت بصيغة الاسم ولم تأتي مثل ما بعدها كما سنأتي لقوم يؤمنون، وإنما للمؤمنين بإثبات الإيمان لهؤلاء. هذا يستفاد منه تنكير الآيات لآيات هكذا بشكل مطلق وللمؤمنين، كأنما في السماوات والأرض، واللام للتوكيد ها هنا، لا آيات يعني على وجه اليقين، على وجه التأكيد، في السماوات والأرض آيات، يعني وذلك أمر مؤكد لهؤلاء المؤمنين، للذين صفتهم الإيمان الذي ثبت في قلوبهم. وعند ذلك كل شيء يراه المؤمن يجد فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تدل وتشير إلى وحدانيته جلت قدرته، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. فلما كان الكلام مجملا آيات هكذا في السماوات والأرض بالإجمال، ناسبه ذكر المؤمنين بصفة الثبات في الإيمان لأن استعمل الاسم. ونحن نقول دائما كما يقول علماؤنا: الاسم يدل على الثبات، والفعل فيه معنى التجدد والتكرر والحدوث. لما جاء إلى صورة أخرى وهي صورة التذكير بالخلق، وفي خلقكم للمخاطبين، يعني انظر في كيف خلقته، في خلقكم وما في هذا الخلق، لأن في ظرفية كأنه هذا الخلق هو في وعاء، فانظر ماذا فيه. وما يبث من دابة، مما ترونه
مستمرا دائما متجددا ترونه هكذا مما يبث من دابة، أيضا على وجه التنكير للعموم، هذه الدواب التي كل ما يدب على الأرض ترونه يتكرر ويتكاثر ويتناسل، وما يبث يعني هذا ينبث في الأرض بكثرة يتوالد، يعني ينبغي أن تفكر هذا التفكير. وما يبث من دابة آيات، يعني في خلقكم آيات، لو نظرتم في خلقكم هو هذا الخلق آيات، ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، لقوم صفتهم اليقين بالحق، أنه يكون لديهم علم مزيل للشك. لو فكروا في أنفسهم في خلقهم، أو فكروا في هذه الدواب المبثوثة في الأرض كيف وجدت، هي آيات كافية لأن تصل بهم إلى اليقين. لقوم يوقنون يعني يحدث لهم هذا اليقين، النظر في هذه الآيات، التفكر في هذه الآيات سيوصلهم إلى اليقين. واختلاف الليل والنهار، يعني الآن جاء إلى أمر أبعد من النفس، أوسع من النظر في هذا الخلق وهذه الدواب المبثوثة، وإنما النظر في الكون. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق، هذا الغيث المطر، حدوث الليل، حدوث النهار، حدوث المطر، كيف يكون، من أين يأتي هذا السحاب، كيف يتبخر، كيف يتجمع، كيف يسقط، يعني في نوع من زيادة التأمل واستعمال الفكر. فأحيا به الأرض بعد موتها، وهنا سمى الغيث، سمى المطر رزقا باعتبار ما ينجم عنه، ما ينتج عنه. فأحيا به الأرض بعد وتصريف الرياح، تجد الرياح مرة من الجنوب مرة من الشمال، هذه لا تمشي لوحدها، لا تكون لوحدها، لا تتحرك لوحدها، هذا المطر لا يكون لوحده، فينبغي أن تستعمل عقلك أيها المتلقي أيها السامع أيها المخاطب. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فإذا لما ذكر شيئا عاما موجزا ذكر معه المؤمنين، لأنه لا يحتاجون إلى كثير تفصيل، هم مؤمنون، فيما حولهم آيات في السماوات والأرض. لما أحال على خلق الإنسان والقريب منه هذه الدواب قال لقوم يوقنون، لأن هذا قريب منه يؤدي إلى اليقين، المفروض أنه مباشرة لما تنظر في نفسك وفيما حولك تصل إلى اليقين. ولما تكلم عن أمور كونية تحتاج إلى تفكر زائد، إلى إعمال العقل، عند ذلك قال لقوم يعقلون. هذا التوجيه لبعض العلماء. بعض العلماء لا ينفي هذا، يقول لك هذا ممكن، لكن ممكن أن نفهم من الآية، من الآيات الثلاث، أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السماوات والأرض النظر الصحيح علموا أنها مخلوقة ولا بد لها من خالق، فآمنوا بالله سبحانه وتعالى وأقروا، فإذا هؤلاء مؤمنون. فإذا نظروا في خلق أنفسهم، يعني نلاحظ هذا العالم وجه الأمر إلى فئة واحدة، بينما القول الأول كأنما هؤلاء الفئات الثلاثة أو الفئات الثلاث، كل فئة مجموعة من الناس، منهم من
مجرد ما في السماوات والأرض من الآيات، يعني زرعت في نفسه هذا الإيمان الثابت المستقر. ومنهم من احتاج إلى أكثر من ذلك حتى يرى اليقين، أقرب إلى شيء أقرب حتى يكون من أهل اليقين، وهو أن ينظر في نفسه وما حوله مما بث الله عز وجل من الدواب، ويكون موقنا عند ذلك، يؤدي به ذلك إلى اليقين. فريق آخر الذين ينظرون في هذا الكون، يستعملون عقولهم. هذا العالم لا، يجعل الأمر متعلقا بصنف واحد. اللغة تحتمل ذلك، أنه إذا كان منصفا يكفيه ما إذا نظر في السماوات والأرض يكفيه أن يكون من المؤمنين. فإذا تفكر في خلق نفسه وما حوله من خلق هذه الدواب المبثوثة مما يدب على الأرض، ازداد يقينا وازداد إيمانا. وإذا نظر فيما حوله في هذه الحياة التي على الأرض، الليل والنهار وتصريف الرياح جنوبا وشمالا إلى آخره، يقول يعقل عند ذلك ويستحكم علمه ويخلص يقينه باستعمال العقل. هذا قول ثاني. قول آخر قد يكون قريبا من الأول لكن له صورة أخرى، يعني حتى نلاحظ أن معاني الآيات أحيانا لا تكون قاصرة على معنى واحد، وإنما تحتمل اللفظ وبناء العبارة يحتمل أكثر من توجيه، يحتمل أكثر من معنى، كله صحيح، يعني ليس عليه اعتراض من حيث اللغة. أن نقول اللغة لا تحتمل ذلك، لا، اللغة تحتمل هذا أيضا، وهو أن يعني بهذا الترتيب، إن كنتم مؤمنين، يعني كأنما يخاطب أنه إذا كان الإنسان مؤمنا فيكفيه النظر فيما في السماوات والأرض من دلائل، يكفيه ذلك. إذا لم يكن مؤمنا وإنما هو من طلاب الحق واليقين يطلب الحق، فيكفي أن ينظر في نفسه وينظر في ما حوله. وإذا كان من أهل العقل، من زمرة العقلاء العاقلين، يكفي حتى يصل إلى الإيمان، كما أنه ذلك غير المؤمن يكفيه أن ينظر في نفسه وفيما حوله حتى يصل إلى اليقين وبعده الإيمان، يعني الإيمان اليقيني. هذه الطائفة الأخرى أنه إذا كان ممن يريد أن يستعمل عقله، استعمل عقلك وانظر فيما حولك، فهو حري اختلاف الليل والنهار وهذه الآيات الأخرى التي ذكرتها الآية، إنزال المطر، تصريف الرياح لآخره، هذا يكفي أنك تشغل عقلك ليوصلك إلى الإيمان. فالمحصلة النهائية الحقيقة لهذه الآيات هو الدعوة إلى التفكر، الدعوة إلى التفكر في السماوات والأرض وفي أنفسكم وفيما بث من دابة وفي تصريف الرياح واختلاف الليل، كل ذلك التفكر فيه يؤدي إلى الإيمان ويؤدي إلى اليقين. عندنا اتصال. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور. الله محييك يا أخي، من معي؟ الله يحفظك. معك أبو يعقوب من الشارقة. حيا الله أبو يعقوب، حياك الله يا أخي. سلمك، بارك الله فيك. أستاذ، في عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحيانا عندما يخاطب الناس يقول يا أيها الناس، وأحيانا يقول يا بني آدم. نعم. يعني لو إذا ممكن إيضاح، يعني متى تستعمل، يعني متى استعمل يا بني آدم ومتى استعمل يا أيها الناس، وما الفرق؟ إن شاء الله تعالى. الله يحفظك. السؤال الثاني، في قوله عز وجل وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا، لم يقول اقتتلا. نعم.
إذا ممكن يعني شو الحكمة والعلة؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بارك الله فيك. وبارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. نعم أخي أبو يعقوب، إن شاء الله بالنسبة للسؤال الأول هذا يقتضي مراجعة جميع الآيات التي ورد فيها يا أيها الناس ويا بني آدم، ونتبين من خلال ذلك الفروق، فهذا يعني الإجابة عنه تكون مرجئة إن شاء الله إلى حلقة قادمة. أما في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنون اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الطائفة هي مجموعة من الناس، يعني لما يقول هذه الطائفة يعني فيها مجموعة أفراد، ولما ذكر هاتين الطائفتين أنهما من المؤمنين يعني وضح أفراد الطائفتين، فكان ممكن في غير القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا لغة جائز، لكن هنا نظر إلى أفراد الطائفة، يعني هؤلاء الأفراد، لو قال وإن طائفتان اقتتلتا يعني سننظر إلى كتلتين، كتلة هنا وكتلة هنا، لكن كأن القرآن الكريم يريد أن يبين لنا قيمة أفراد هذه الطائفة وقيمة أفراد هذه الطائفة، لكل فرد قيمته وكيانه. هو ذكر من المؤمنين صار المؤمنون أفراد، نعم، فلذلك قال اقتتلوا يعني المؤمنون اقتتلوا حتى يزيد استغراب الإنسان، وقال بعد ذلك فأصلحوا بينهما، والآيات لها تكمل إن شاء الله. نسمع اتصال ونعود إن شاء الله. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك يا أخي، الصوت مقطع، إن شاء الله نستطيع أن نسمعك. من معي أولا؟ أنا أبو خالد. حي الله أبو خالد. يا هلا بك، الله يسلمك. الله محييك. يقول الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة في بعض الآيات يقول تجري من تحتها الأنهار، وفي آية أخرى تجري من تحتهم الأنهار، وفي آية تجري تحتها الأنهار، فما الحكمة في ذلك؟ يعني الله يرضى عليك. الله يبارك فيك يا أبو خالد. نعم. الله إن شاء الله تعالى. نعم. فوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما، رجع إلى الطائفتين لأن الصلح عام، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وفقط قال اقتتلوا إشارة إلى هذه الفردية المهمة، لأنه يعني روح المؤمن أو حياة المؤمن مكرمة وعزيزة، فأراد النص القرآني أن يشعر بهذه الفردية أن هؤلاء الأفراد هم مؤمنون. ثم لما جاء إلى الصلح، الصلح لا يكون بين الأفراد وإنما بين الطائفتين، كل طائفة ينبغي، وإذا كانت الطائفة بغت فتقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، وهكذا. يعني النظر في الآيات بشكل تفصيلي حقيقة يبين هذا الأمر. فإذا هو قال اقتتلوا إشارة إلى هؤلاء المؤمنين الذين سبق ذكرهم في بيان الطائفتين قولهم من المؤمنين، فقال اقتتلوا إشارة إلى المؤمنين. نعم. سؤال أخي أبو خالد، تجري من تحتها الأنهار، هذا يعني في جميع الآيات التي ورد الكلام فيها عن الجنة أو الجنات قال تجري من تحتها بذكر من، ومن تحتهم لما يتكلم على الأشخاص، لما يتحدث عن الأشخاص يقول تجري من تحتهم الأنهار، من يعني كأنما تحت هؤلاء الأشخاص، والآيات ليست بين يدي الآن، لكن تجري تحتها هذا في موضع واحد وهو في سورة التوبة، موضع واحد جاءت كلمة تحتها في قراءة القراء جميعا باستثناء ابن كثير
أيضا قرأها من تحتها، معنى أن جبريل عليه السلام نزل بهذه الآية بصورتين، صورة تحتها هي التي نقرأ بها الآن، وصورة من تحتها التي كان يقرأ بها أهل مكة، وهي قراءة سبعية نزل بها جبريل عليه السلام ومثبتة في عند أهل مكة. كان لما روى ابن كثير عنهم ذلك كانوا بجمهورهم يقرؤون. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الآية كانت تتحدث عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في سورة التوبة الآية 100، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء يعني الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والآيات كانت من آخر ما نزل سورة التوبة قبيل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا أكثر من 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فيهم ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. تجري تحتها، لما نقول تجري تحتها يعني هذا الماء هو تحت هذه الجنات، تجري من تحتها يعني بداية نبعه، بداية النبع من تحت هذه الأنهار. فإكراما لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجنات فيها من الماء بصورتين، منه ما يتفجر من تحتها ومنه ما يجري تحتها، فإذا الماء يجري تحتها ويجري من تحتها، وهي جنات خاصة، صورة خاصة بهؤلاء الذين وصفهم القرآن الكريم وقال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنه قراءتان سبعيتان، واحدة من غير من والأخرى بمن. أما بقية الكلام على الجنات لعموم المؤمنين كانت قال فتجري من تحتها يعني تتفجر من تحتها الأنهار، أما هذه الجنات فيها ما في تلك من التفجر وفيها إضافة إلى ذلك أنهار تجري تحتها، فلها صورتان، شيء من التميز لهؤلاء الذين أثنى ربنا سبحانه وتعالى عليهم هذا الثناء العظيم لما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، فقط في هذا الموضع. أما الآيات التي فيها من تحتهم الأنهار فالإشارة إلى الأشخاص، يعني لما يكون الكلام على الأشخاص، وقد نعود لهذا الموضوع أخي أبو خالد إن شاء الله في حلقة قادمة لتثبيت نماذج من هذه الآيات ويعني التفصيل في شرحها. كان عندنا سؤال لأخي أبي كاظم في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، السؤال كان هل هم الصحابة أم هي كل الأمة، وما معنى الفعل كنتم؟ أولا فيما يتعلق بالفعل كان، نحن عندنا يعني نعلم الطلبة أن كان فعل ماض ناقص، ويعني يقوي ذلك نصوص موجودة حقيقة، يعني عندنا عن سيبويه مثلا يقول لما تقول زيد قائم تدخل كان لتجعل ذلك فيما مضى فتقول كان زيد قائما، هذا بشكل عام، لكن اللغة تصرفت في
هذا الفعل بحيث صار ممكن أن يفهم منه معنى الكينونة، يعني معنى الوجود، أنه موجود على هذه الحال، هذا وجوده، هذا كيانه، هذه كينونته كما يقول العلماء. فلما نأتي إلى استعمال كان في القرآن الكريم مع ذات الله سبحانه وتعالى، وكان الله غفورا رحيما، يعني لا يعني أنه لم يكن هكذا ثم كان، لا، وإنما يعني إجماع العلماء لما يأتي إلى مثل هذه الآية يقول لك وكان الله غفورا رحيما وما أشبه ذلك، يعني هذا شأنه سبحانه وتعالى. لما ننقلها إلى البشر نقول هذه كينونته، هذا وجوده، كان زيد كريما، يعني ما معنى ذلك أنه كان كريما وهو الآن بخيل، لا، وإنما منذ كان زيد هو كريم، يعني هذا وجوده هكذا. ففي قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني هذا كيانكم، هذا وجودكم، وليس معناه في الماضي، وإنما كما يقولون يعني كنتم وأنتم الآن هكذا وستبقون هكذا، كما فسروا كان الله غفورا رحيما، يعني كان وهو الآن هكذا وما يزال سبحانه وتعالى ويبقى بهذا الوصف، ولله المثل الأعلى، يعني هكذا يقولون. فكنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة المجموعة من الناس الذين تربطهم رابطة نسب أو رابطة عقيدة، يعني هناك شيء يربطهم فيسمون أمة، مجموعة. ما قال وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة جماعة يسقون، هو لا يدري أنه بينهم رابطة نسب، لكن هم جميعا يشتركون في وصف واحد أنهم رعاة ويسقون أغنامهم، فقال أمة. وهكذا لها معاني أخرى حقيقة، أن إبراهيم كان أمة إلى آخره. فإذا الأمة هي المجموعة من الناس بينها رابطة من الروابط تصلها. فأنتم هذا وجودكم خير أمة أخرجت للناس. لما يقول أخرجت معناه لم تكن موجودة من قبل، وإنما أخرجت إخراجا كأنها كانت مخفية ثم أخرجت. الأمة التي أخرجت إخراجا فيما يخاطبهم القرآن الكريم هم أمة الإسلام المسلمون، لأن أمة العرب مثلا أمة موجودة ولم تخرج، نلاحظ المعنى، يعني هؤلاء العرب كانوا موجودين، لكن ما الذي جعلهم يخرجون إخراجا جديدا؟ هو هذا الإيمان، لكن الفارق أنهم ليسوا عربا خلص جميعا، يعني هذا الدين لم يكن للعرب وحدهم، وإنما فيهم سابق الروم وفيهم سابق الحبشة وفيهم سابق الفرس وفيهم كذا، فيهم يعني أخلاط، فيهم الحر وفيهم العبد، العبيد لا ينسبون إلى أمة العرب، الأحرار والأرقاء. فالإيمان جعلهم أمة. فإذا لما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خيركم يعم الناس، وهذا يقويه حقيقة عدد من الأحاديث، يعني عندنا في أكثر من حديث حقيقة أخذته من الدر المنثور للسيوطي في التفسير بالمأثور، عندنا قول يقول هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفي، لأن الذين هاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هم خليط، يعني من الأحرار ومن العبيد الذين تحرروا وهاجروا من العرب ومن غير العرب،
الذين هاجروا، فممكن أن يكونوا داخلين في ذلك، لكن القول بأنه قاصر عليهم وإخراج ما عداهم يحتاج إلى دليل في الحقيقة. والرواية لا تنسب ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قول أحد الصحابة يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا قول. قول آخر عن أكرمة، الأول عن ابن عباس، الثاني أكرمة أيضا صحابي، يقول هذه المقصود بها أشخاص معينين حتى يسميهم ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم وأبي بن كعب ومعاذ. هذا اجتهاده، يعني ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية كذا، يعني لما يكون نوع من الاجتهاد. وهذا أيضا صحيح، عمار وغير عمار رضي الله عنهم داخلون في هذا الذي تكلمنا عليه قبل قليل، هم جزء من هذه الأمة لكن ليسوا هم الأمة جميعا. في حديث في البخاري وأيضا في النسائي، وابن جرير بن المنذر بن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، ما قال من المقصود بهم، وإنما يعني أنتم خير الناس للناس. وهذا رأي أبي هريرة في تفسير هذه الآية. كلام آخر أيضا عن ابن عباس أنه خير الناس للناس. أبي بن كعب: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة، يقصد العرب، فكأنما المقصود في رأيه العرب. يعني ما عندنا نص صريح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعين من هذه الأمة، لكن سياق الآيات تشير إلى أنها أمة الإسلام جميعا. ولهذا لما نأتي إلى المفسرين، يعني لما نأتي مثلا إلى ابن كثير يقول: كنتم خير أمة، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، أنهم يعني أن المسلمين. يقول: ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. القرطبي يقول: والتقدير على كنتم للناس خير أمة. يقول: وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم فهم أفضل ممن بعدهم، وهكذا يقول خير يذكر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. إذن المفسرون علماء الإسلام مع النظر إلى تلك الأحاديث يميلون أو يوجهون الآية الكريمة إلى أن المراد بها هذه الأمة المسلمة. وكلمة كنتم كما يقول الإمام البيضاوي، يقول: كنتم خير أمة، دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ، يعني مستمر الخيرية، كقوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، دل على يعني مغفرة ورحمة موجودة ولا تدل على انقطاع كلمة كان. أخرجت للناس أي أظهرت لهم، يعني كما قلنا هذا تكوين هذه الأمة. لكن عندنا كما يقول الإمام القرطبي قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواطؤوا على المنكر زال عنهم
اسم المدح ولاحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. إذن هذا هو الفهم الذي عليه جمهور حقيقة علمائنا من المفسرين، أن الأمة المراد بها هنا الأمة المسلمة، وإن كان أول من خوطب بها غالبيتهم من العرب الذين اختارهم الله عز وجل لحكمة يشاؤها ليحملوا عبء هذه الأمانة، يعني ليس عبثا أن الله عز وجل اختار هذه الأمة، يعني هذا العرق لنقل هذا الجنس ليكون أول من يوجه إليه خطاب السماء الأخير ولينتشر في الأرض ناشرا دين الله سبحانه وتعالى. عندنا سؤال في الرسائل القصيرة، كان للأخ، هو أغلب الرسائل القصيرة للأسف الشديد المرسلون لا يكتبون أسماءهم، وهذه الرسالة يعني عندنا رسالتان فيها الأسماء، عند هذه الرسالة من الأخ سالم مخلوف من خورفكان، ورسالة ثانية من ابنتنا شفاء وهي متواصلة مع هذا البرنامج. الأخ سالم من خورفكان يقول: ما اللطيفة أو يعني الجانب في قوله تعالى: إن للمتقين مفازة. الآية في سورة النبأ يعني نمر عليها كثيرا، جاءت هذه الآية بعد كلام على الطاغين، يعني كأنما قابل الطاغين بالمتقين، فالطاغون لهم شأن والمتقون لهم شأن آخر. لاحظ في قول الله سبحانه وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فإذا هي نوع من المقابلة، الطاغون هناك يعني الذين طغوا فعصوا رب العزة سبحانه وتعالى بسبب طغيانهم، أدى هذا الطغيان إلى المعصية وأحصي عليهم كل شيء، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا مما صنعوا. فالمتقون في مقابل ذلك: إن للمتقين مفازة. أولا جاء بإن للتأكيد، ثم كلمة للمتقين هذه واجبة التقديم هنا، لأن اسم إن نكرة يجب أن يتأخر ويتقدم الخبر، فيعني صيغة الآية هكذا بحيث يكون التقديم واجبا حتى يكون فيه نوع من التشويق بعد الكلام على الطاغين، الطاغون هذا شأنهم، ثم يقول إن للمتقين، يعني هناك تأكيد، هناك شيء للمتقين يملكونه، سيكون لهم، سيخصهم، يعني فيه نوع من التشويق، مع أن التقديم واجب هنا، يعني لا يمكن أن يؤخر، لأن يعني كما قلنا جاء الخبر، جاء اسم إن نكرة فيجب أن يتأخر. ثم قال: إن للمتقين مفازا. كلمة مفاز ممكن أن تكون مصدرا ميميا يعني مثل فوز، وممكن أن تكون اسم مكان يعني موضع فوز،
لما تختار هذه اللفظة معناه تؤدي في الذهن إلى الصورتين، يعني كأنه فوز في موضع فوز خاص، يعني يتصور الإنسان المصدر والمكان يجمع بينهما في ذهنه، بخلاف ما لو قيل في غير القرآن إلا إن للمتقين فوزا، فوز أيضا مصدر يعني لهم فوز، لكن يغيب عند ذلك مسألة احتمالية صورة المكان التي يعني تتراءى في ذهن العربي وهو يسمع هذه الآية، يعني المكان الذي هو موضع فوز، كأنه يشار إلى الجنة التي فيها يفوز الناس ويظفرون، وهي مبتغاهم وبغيتهم في الآخرة أنه إلى الجنة يسيرون وفي ذلك نجاة لهم. ممكن يكون كلمة فوز، لكن مفازة فيها هذه الفائدة أولا التي هي يعني الإشارة إلى المصدر الميمي والمكان حتى يجمع بين الصورتين. وأمر آخر، نحن عندنا قاعدة في اللغة أن زيادة المبنى تؤدي في الغالب إلى زيادة المعنى، ونقول في الغالب لأنه البعض احتج بكلمة إنسان وأنيسان، قال لك أنيسان هو تصغير إنسان، كيف زيادة المعنى؟ طبعا زاد المعنى، لأنه إنسان إشارة إلى هذا المخلوق، أنيسان إشارة إلى هذا المخلوق مع الإشارة إلى صغره، يعني أنت أضفت شيئا آخر، فزيادة المبنى زيادة المعنى، يعني الكلام في ذلك قد يخرجنا عما نحن فيه. فزيادة المبنى فيها زيادة في المعنى. كلمة مفازة في بنائها زيادة على كلمة فوزا، لأنه مفاز وزنها مفعل وفوز وزنها فعل، فمفعل أكثر من فعل، يعني مبناها أكثر من هذا، ففيها زيادة في معنى الفوز. فلما قال إن للمتقين مفازا، وكان يمكن أن يقال في غير القرآن إن للمتقين فوزا، حصلنا من كلمة مفازا على هذين الأمرين، ونرجو أن يكون في هذا يعني كفاية لبيان ما في هذه الآية. سؤال آخر كان على الرسائل القصيرة، يقول الآية الكريمة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يسأل الأخ يقول هل هناك من أهل الكتاب من كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة؟ قبل كل شيء حقيقة نقول مسألة الحكم على شخص بأنه يدخل الجنة أو يدخل النار يفترض أن لا يكون من شغلنا نحن، وإنما من شغل المؤمن أن يقول على الإنسان أن يتخلق بهذه الأخلاق حتى يكون من أهل الجنة، وأن يتجنب هذه الأخلاق التي تؤدي إلى أن يكون من أهل النار. أما جهة معينة تكون في النار أو تكون في الجنة إلا من أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عن ربه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر آخر. لكن لما نأتي إلى الآية الكريمة ينبغي أن تربط ب يعني معاني أخرى. صحيح الآية في ظاهرها لما يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هذا كأنما ظاهر الآية قبل أن يدقق فيها الناظر أو القارئ يقول لك إذن هؤلاء أثنى عليهم القرآن الكريم وقال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه،
على قول القرآن نقول هكذا. لكن لما ندقق في الآية الحقيقة، هو كان قبل ذلك الكلام على كفار أهل الكتاب، ثم جاء في هذه الآية قال ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب الذين تكلمت عليهم الآيات السابقة من الكفار ممن لم يؤمنوا بهذا الدين، هذا شأنهم هذا شأنهم هذا شأنهم. ثم جاءت الآية التي هي 13 من سورة آل عمران لمن يريد أن يراجع، قالت ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، قلنا أمة بمعنى جماعة، قلت أو كثرت، فقال وجد عليه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني أمة مجموعة من الرعيان يسقون أغنامهم، قد يكونون 3, 4, 5, 10، يعني لا يتصور أن هذه القرية فيها عشرات الرعاة، قرية صغيرة كانت، فأمة من الناس يسقون، فمن أهل الكتاب أمة، ممكن يكون عدد من الأفراد، وإكراما لإيمانهم سماهم أمة. وعندنا في عند ابن كثير يقول والمشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب. إذن الكلام عن أمة صغيرة من أهل الكتاب أثنى الله عز وجل عليهم خيرا لأنهم آمنوا بهذا الدين. هذا التفسير يتفق حقيقة مع عقيدة المسلم في أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل أو بعث الرسل الواحدة والآخر كل برسالته ليصحح الانحرافات التي أوردها أو أوجدها أتباع الرسالة السابقة في رسالتهم، التغييرات التي أحدثوها في شرائعهم. ونحن عندنا أن هؤلاء اليهود والنصارى حرفوا في الإنجيل وحرفوا التوراة، ومعنى ذلك أن أتباع كل نبي ينبغي أن يتحولوا إلى اتباع النبي الجديد، وإلا ما المعنى لإرساله؟ هذا المعنى يقوي ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه من أنه المقصود مجموعة من هؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا برسالة الإسلام، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم الأمة المقصودة، يعني على قلة عددهم قياسا إلى كلمة أمة التي، لكن نتذكر وجد عليه أمة من الناس يسقون هكذا. فلما نأتي إلى الحديث نجد أنه عندنا حديث حقيقة يتكرر في أكثر من كتاب، لكن مرجعه إلى صحابي واحد، والإمام أحمد يرويه من طريقين، لكن كلا الطريقين، الطريق الأول فيه شخص ضعيف، والطريق الثاني فيه شخص وصف بأنه لين، يعني أيضا فيه ضعف، لكن طريقان مختلفان. يعني لو كان في طريق واحد في سند واحد فيه اثنان ضعيفان يضعف جدا الحديث، أما أنه يكون من هذا الطريق ويكون فيه واحد ضعيف، من طريق آخر يكون فيه واحد أيضا ضعيف، يقول أحدهما يقوي الآخر، يعني صحيح هذا ضعيف. والإمام أحمد رحمة الله عليه لا يروي من الأحاديث ما يسمى بالموضوع أو الذي لا أصل له، لا، وإنما الذي عنده يعني من التدقيق والتحقيق أن يكون الحديث صحيحا أو أن يكون حسنا أو أن يكون ضعيفا. والعلماء يقولون الحديث الضعيف غير الموضوع،
والذي لا أصل له، موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فيه علل تنفيه أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قاله على وجه اليقين تنفيه. أما الحديث الضعيف فلا يستطيع أن يؤكده على وجه اليقين كالحديث الصحيح. صحيح يقول لك يقينا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع يقول يقينا هذا من قوله، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يقول هو يقينا مما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع، لأن الرواة كلهم ثقات ما عدا راوي فيه ضعف، لكن الذي فيه ضعف ليس في كل ما يرويه يكون ضعيفا، فلما يأتي طريق آخر وأيضا فيه واحد فيه لين كما عبر عنه فيقوي أحدهما الآخر. الحديث هو ما يأتي، روى الإمام أحمد إلى أن يقول: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. فإذا موسى عليه السلام إذا بعث في زمن محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل له إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث رواه البزاز أيضا من الطريق نفسه، من وجه آخر رواه الإمام أحمد. ووجدت في يعني إشارة إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول في سنن النسائي أيضا عن جابر، هو الروايات كلها عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحيرون، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول ورواه أحمد في المسند ولفظه: ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فهذه الروايات حقيقة تقوي وتؤكد معنى أن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية أو المقصودون بقوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولاحظ كلمة يسجدون، هذا السجود في صلاة المسلمين، يعني لا يوجد سجود في صلاة غير المسلمين إلى آخر الآيات. فهذا يقوي أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما دخول الجنة دخول النار، هذا ليس من يعني شأن أحد أن يقوله فيما نعتقده حقيقة، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نعم، في الرسائل القصيرة عندنا كان سؤال لابنتنا شفاء، تقول: في سورة التوبة لماذا قال سبحانه: من بعد ما كاد يزيغ قلوب بضم الباء وليس بفتحها، فإن كانت فاعلا لماذا لم يقل تزيغ قلوب؟ أولا، من بعد ما كاد يزيغ قلوب بالضم، هي الآية الكريمة في التوبة الآية 17 بعد 100: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه القراءة التي نقرأ بها هي رواية حفص عن عاصم، وهي قراءة حمزة في الكوفة، وحفص في الكوفة وعاصم شيخه في الكوفة، ولكنه أقرأ شعبة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، يعني كما سألت كما اقترحت إذا كان قلوب فاعل لما لم يقل تزيغ قلوب، قرئ تزيغ قلوب، ليس هذا فقط.
وإنما جميع القراء الآخرين يعني عدا حمزة وعاصم في إحدى روايتيه لأن الرواية الثانية تزيغ، كلهم قرأوا بالتاء. هذا معناه. نحن قلنا أكثر من مرة القبائل العربية التي حول الكوفة كانت كثيرة ومتعددة وسمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام فصارت تقرأ، كل منهم يقرأ بما سمع ما دام موافقا لرسم المصحف. فعاصم رحمة الله عليه سمع من بعض القبائل يزيغ بالياء وسمع من بعضها تزيغ، وهي تسند ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه. فأقرأ حفصا بالياء وأقرأ شعبة بالتاء. الكسائي وهو في الكوفة اختلاطه بالقبائل قرأ تزيغ فقط، يعني ما اختلط بهذه القبيلة التي تقرأ يزيغ. حمزة اختلط بها وسمع منها يزيغ. الكسائي خلف من العشرة لم يقرأ يزيغ، قرأ تزيغ. أهل مكة، أهل المدينة، أهل البصرة، أهل الشام جميعا كانوا يقرؤون بالتاء من بعد ما كاد تزيغ. يبقى الآن التوجيه. كلمة قلوب جمع تكسير، يعني التوجيه لقراءة هذه القبائل. التوجيه لهذه القبائل كيف قرأت. جاءتني إشارة أن الوقت انتهى فنتوقف ها هنا إن شاء الله تعالى، على أن نعود في حلقة يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى لنبين الحكمة أو هذا التوجيه ما قرأت به القبائل بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر من ربه. أسماء الشباب حقيقة ما جاءتني، والشكر موصول لكم ولهم جميعا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.